ما اعرفش، هو يعني الكلام كان جديد خالص كده. قالوا لي خلي بالك من الحوار ده، قلت ايه؟ وهو بيهزر، مفيش حاجه، ما كانش في اي حاجه. قلت له يابا في ايه؟ قال لي مفيش، انا بقول لك خلاص اسمع الكلام. وقام مدي مراتي 100 جنيه وادي كل عيله من العيال ولادي 50 جنيه وقام مديني 300 جنيه جنيه كده. قلت له انا كنت عايز واحده من الدولار دي. قال لي خد يا عم واحده من الدولار. وبعد كده قلت له هنروح بقى فرح وارجع لك وخلي معاك العيال دي لبكره. قال لي انت لسه هتستنى بكره؟ يا عم خدهم، ما فيش وقت، خدهم معاك. قلت له وقت ايه وفي؟ قال لي يا عم سيبهم، خدهم معاك بس، ما يعني يعني خلاص كده. انا ما بقتش فاهم ايه اللي المهم سبتهم ومشيت. وهم جم جولي الساعة 10 في تاكس الصبح، واختي الساعة 12 أو 1 قالت لي أبوك نفسه اتكتم، فرحت وديته ايه المستشفى. بالليل كلموني قالوا لي بكره.